بص، هنبتدي المحاضرة بتاعت النهاردة اللي هو كان جمعة بيقول لي إن الصورة اللي هو طلعها أو الفيلا اللي هو طلعها في كأن كشاف حاطط الكلام ده هنا في واجهة الإيه المكان، في حين إحنا ما خدناش أي نوع من أنواع اللايت. طب الكلام ده هيتعمل إزاي يا جمعة؟ هتلاقي يا جماعة ازاي في عندك هنا في قائمة ستاندرد نو، هتلاقي في عندك هنا إيه؟ لايتنج اند شادو؟ هتشيل علامة الصح منها هنا، أو القائمة دي مش هتخلي في عندك علامة صح اللي على كلمة إيه؟ إليمينيت ويز ذا ديفولت لايت فقط بس. بس يعني كده الشادو هتشيل بحيث ان انت تمام ما ايه ما يبقاش فيه شادو وتقدر تشوف دواخل الكتله يعني. تمام طيب مين عنده يا جماعه سؤال تاني من الاسئله اللي هي الزيتون الصغير دي كده؟ براءه انا يا دكتور، انا يا ريت قول يا يوسف. المره اللي فاتت ما شفتش الشباك اللي هو عليه كيرب من فوق اتعمل ازاي، هقول لك، بص يا يوسف، فمش عارف اعمله. طب انت مالك زعلان ليه كده؟ لا انا زعلان. طب نخصم درجتين من جمعه حتى. طيب لا 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 طيب بص، الشباك اللي فيه كيرف هو في عندنا، خلي بالكوا، فيه طريقتين. اول حاجه الطريقه الصح هي 2 دي، اكيد 2 دي لحد ما احنا خدنا، واحنا بنعتبر الحاجه اللي احنا خدناها دي هي اخر حاجه، مش هناخد بعدها. هي يسر بتتكلم على ده، تمام؟ طب الكلام ده هيتعمل ازاي؟ كنت انا باجي بعمل هنا ده سلندر اهو. انتوا قفلتوا المايك صح؟ خلي اي حد بس فتح مايك. أنا معاك يا دكتور، اي حد معاك يا فتح. دكتور، تمام يا دكتور. وهاجي هنا هعمل سلايس واجي اقول له لو سمحت اديني نص الشكل ده كده. طب بعد ما اديته النص، النص بالظبط هي 180 درجه اهي. رأيك بقى؟ طب ثم احنا خدنا امر اسمه لابس، حاجه هنا اقول له هنا ال وانتر. ثم حاجه اقول له لو سمحت نتعامل بقى معاه كانه امر لاتس بالظبط، ان انا هاجي اشيل اللي هي الجوينت. طب اللي جوه ده انا هجيبه ازاي؟ هترجعي للامر اللي هو السلندر يا يسر، وهتيجي يا يسر تزودي هنا الكاب سيجمنت وتيجي تقللي السايد. تمام. خدت بالك يا يوسف؟ طب هو احنا في طريقه احسن من كده؟ هو اصلا دي مش طريقه، انا بتكلم لحد ما احنا خدنا، وده يا جماعه احنا قلنا في كل محاضره. بص، احنا اتفقنا في كل محاضره ان احنا لحد ما احنا خدنا هو دي اخر حاجه، يعني احنا مش هناخد بعدها، فاحنا بنروح نشوف اخر افكار لحد ما احنا خدنا. طيب مين عنده حاجه تانيه؟ او سؤال تاني؟ ممكن موضوع الشادو تاني بس. الشادو باجي هنا من قائمه ستاندرد، وعلى فكره انا سجلتها لك برضه عشان لو تمام حبيت ترجع لها. هتشيل بس علامه صح من على شادوز، هتبقى لك، او هتحط عندك كلمه ايه؟ اليمينيت ويز ذا ديفولت سين او ديفولت تمام لايت. ايه تاني يا جماعه؟ ازيك يا شادو؟ ايه اللي اخرك؟ لا انا هنا من بدري يا ريتا دكتور. ازاي؟ لا ازيك ريتا؟ لا لا ما والله سلمتيش، ما سلمتيش انا عليا، خدت، عليك لا لا درجتين. ماشي سلمت على حضرتك والله. ريتا، اخبارك ايه يا ريتا؟ ريم، ازيك يا رنا؟ الله الله الله، ازاي حضرتك؟ انا موجودة جاهزين للامتحان بتاع النهارده؟ على طول كده حضرتك. طيب، ما هي يا اما اسئله. ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ طيب احنا لحد اخر ما احنا جينا اتكلمنا المره اللي فاتت، انا ده مين عندي سؤال، ده ريتا ده تقريبا. ازيك يا نور؟ انا عندي سؤال. لا ده عندي. هو احنا كنا عملنا وول، وبعد كده يعني قلنا ان احنا ممكن نغير مكانه طيب صح؟ الوول ونغير مكانه، احنا مش هنغير مكانه، احنا هنغير هي البوزيشن او مكانه او حتى الهايت بتاعه. بس هو اصلا انت لما تيجي ترسمي الوول، الوول باي ديفولت كده ما بيتعدلش في موديفاي. يعني لو حضرتك جيتي هنا كده على اي اي سي وجيت هنا رسمت الوول كده، وجيت هنا بالسناب وجيت رحت انا ماشي كده ورسمت الوول اللي انا عايزه وخرجت، حبيت اعدل، حضرتك ممكن تعدلي وانت جوه الامر. طب انت قلت لنا قبل كده اخرج من الامر ينفع؟ بس لو خرجت من امر دخلت على موديفاي مش هتلاقي اي حاجه. شكرا. طب اعدل عليه ازاي؟ في امر عندنا، مش احنا خدنا اديت مش والباكت بتاعت اف اف دي؟ اي حاجه هنا اديت مش، واجي اخد من جواها هنا فيرتكس، واخد البوينتس دي كده، واجي هنا بامر موف ابتدي اتعامل معاه. طب لو عايزين نعمل سبستراكشن فيها، يعني عايزين نخرمها مكان نعمل ايه؟ شباك او حاجة، نعمل ايه؟ عايزين نعمل سبستراكت فيها سبستراكت فيها باب طبعا شباك زي ما انت عايز. ادي هنا حاجات اوبجكت، وادي الاوبجكت بتاعك اهو، بس المهم يكون قاطع فيها. وعادي زي ما انت عملت الكلام ده، انت ما عملتيش الفلل صح؟ لا عملتها، عملتها انا، بس كنت بسأل ان قبل كده المرة اللي فاتت
فهي كنت وريتنا ازاي نغير مكان السبستراكشن دي، يعني لو احنا فتحنا فتحة ممكن نغير مكانها في ال... بس خدي بالك ده في حدود الكي جي، اللي هو الحاجات اللي احنا لسه يعني بنحبي فيها، فاهماني؟ يعني احنا بنعمل الكلام ده، لكن شغل بروفيشنال مش هينفع تعملي فيه الكلام ده الا في اضيق الحدود عشان الكتله بتاعتك ما تضربش. ان انت هتجيبي بلان كاد، البلان كاد هتدي له اوفست، والاوفست ده هترفعيه قيمه الادوار المكرره او على حسب الشكل المطلوب منك. لو انت عملتي امر وده غير طبيعي، خدي بالك يعني في اضيق الحدود، خدي بالك عشان الكتله ما تضربش منك. ماشي اوكي ماشي. انا عندي سؤال، هو احنا لما جينا نغير الارتفاع بتاع الول كنا استخدمنا امر اديت مش في ايه؟ اي بس السؤال ده بس كده، بس هي ممكن تضرب معايا لو شغل كتير. طبعا عشان كده ما بحبش عشان كده ما بحبش التعديل، يعني امشي صح. ان اتزنقت متاح، لكن اكتر من كده بلاش، يستحسن. طبعا كل قاعده ليها استثناء، بس يعني تخلي الاستثناء في اضيق الحدود. ايه تاني؟ طيب بصوا بقى، بردك العمليه ما خلصتش، يعني ان كان في حد عنده اي مشكله في اي حاجه، احنا ممكن نراجع او نشوف اي اسئله اي حد في اي وقت، ووقف شرح لحد ما انتم تدوني تبقى تمام معاك. يعني مش قصه ان احنا خلصنا ده ونخش في ال2 دي والكلام ده، لا. انتوا معايا ولا فين؟ معاك يا دكتور. كل سامعني؟ طيب مع حضرتك كلنا. طيب هنيجي بقى للجزئيه الاكثر اهميه، اللي هي الشغل بتاعنا. لو انا حبيت اشتغل اي 2 دي، شغل ال2 دي يا جماعه عندنا مقسوم حاجتين. انتوا واخدين كاد صح؟ مش لازم كورس، بس شغالين كاد يعني على الاقل. في حد مشغل كاد؟ لا تقريبا كلنا شغالين كاد. اوكي طيب دلوقتي انا في عندي مجموعه شروط تاخدوا بالكم منها جوه الكاد عشان تبتدي انت تستخدميها وتدخلي البلان بتاعك صح. ايه هو؟ يعني ان شاء الله يكون ورق معاكم، ورقه دشت ونكتبها، وحتى نقطعها بعد المحاضره، بس المهم انت تكتبيها بايدك. اهم حاجه، مش عشان حاجه، عشان تحفظيها بس واحنا قاعدين سوا. اهم حاجه وانت شغاله كاد لازم الشغل بتاعك يكون بولي لاين. حد عارف يعني ايه بولي لاين؟ يعني ما بي مش اما ادوس اسلكت بيسلكت كله، يعني هو عباره عن خط متصل. دي حاجه. تاني شرط جوه الكاد لازم تكون شغال لاير. حد عارف ليه؟ لازم اكون شغال جوه الكاد لاير، عشان لما اجي داخل عندي جوه 3 دي ماكس هنا اهو، واجي ارفع الكتله بتاعتي، طب انا عندي ارتفاعات مختلفه، عندي البلكون غير اصل الحيطه غير 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 وهكذا، يبقى انا كده لما اجي ارسم على لايرز مختلفه، انا بميز الكتله بتاعتي او البلان بتاعي بلايرز او بالوان، عشان لما اجي هنا جوه الماكس اقدر اعمل اكسترود لاي جزئيه فيها انا عايز. لكن لو انت دخلتيه على لاير واحده كلهم، لو عملتي اكسترود هيطلعوا بنفس الارتفاع. يبقى تاني شرط عندي ان انا اروح اكون شغال لايرز، او حتى اميز الاوبجكت بتاعتي بكلر. كده فيها مشكله؟ لا. طب الناس ساكته فيها مشكله؟ طيب يا دكتور لو ما كانش لايرز، لو كنت رسمها اوت لاين، يعني ايش المشكله يعني؟ لا اوت لاين ازاي؟ يعني رسمها عادي باللاينز. ما احنا يعني لاين. ماشي، ما هو طبيعي ان احنا نرسم لاين او حتى بول لاين. انا بتكلم في التمييز، ان انت تحطي كل حاجه على لاير. انا هقول لك حاجه، البلان بتاعي انت ديكور ولا عماره؟ لا انتيرير. طيب الانتيرير، انت مثلا بترسمي اوضه نوم، بترسمي مطبخ، لو انت رسمتي كله على بلان على 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 لاير واحده، لما تيجي تعملي اكسترود القعده او السكاتوره او حتى الدرفه، لما تيجي تعملي اكسترود كلهم هيطلعوا بنفس الارتفاع، بس هل ده منطقي؟ لا. طيب يبقى انت كده اللاير او الكالر بتسمح لك ان انت تمسكي كل جزء ليه ارتفاع مختلف تديله الاكسترود الخاص بيه. هو انت يعني ما نقدرش ان احنا ندخل البلان ونفصله من هنا؟ نقدر طبعا، وهناخد الكلام ده. بس انا دايما بقول لك ايه، في قاعده اللي هي الوقايه خير من العلاج. احب ان انا ادخل شغلي مظبوط عشان ما يبقاش في عندي مشاكل. معايا هزار؟ ايوه يا دكتور. اوكي دي حاجه. يبقى احنا كده خدنا كام شرط؟ 2 لاير والبولي لاين. 2 3 لا لسه هقوله ده. ماشي. اللي هو ايه؟ اليونت. اهم حاجه تظبط اليونت بتاعتك جوه الكاد. ليه؟ عشان انت لما تيجي تجيب البلان هنا اهو، هيجي يسالك هو انت اصلا اليونت انت شغال بيها ايه؟ هتقول له سنتي، يبقى تختار من هنا سنتي. متر، هتختار هنا متر وهكذا. يبقى ثالث شرط في منتهى الاهميه، اللي هي عباره عن اليونت سكيل. اظبط اليونت سكيل من قائمه فورمات يونتس جوه الكاد. طيب انا عندي سؤال، هو انا مثلا لو كان عندي فايل في كاد ما كنتش رسمت بولي لاين،
هل لازم ارسمه تاني ولا في اوبشن ان انا اقدر في اوبشن ده مش في اوبشن واحده في اوبشنز كتير لان انت اصلا اصل البلان اللي انت رسماه او حد مثلا من زمالك رسمه وادهولك عشان تشتغليه افرضي ان انت ما تعرفيش الشغل عامل ازاي انت ممكن تيجي اصلا جوه الكاد وترسمي عليه بول لاين يعني تاخدي نقطه اتنين يعني كانك انت يعني حضرتك تيجي كده وبالسنابس تروح انت مع ايه واخده النقط ورسمه البول لاين بامر بول لاين على الحاجه اللي انت هتشتغليها اوكي انت معايا خدي بقى كمان انت في عندك مشكله وده كمان الشرط الرابع هو انت عندك الوقت لما تيجي تدخلي بلان شقه بالكامل انت مثلا انت اكستيرير مثلا وحارسم بلان وبلان الشقه كله موجود هل تفتكري ان انت هتروحي تعملي بلان الشقه كله في نفس الفايل استحاله طبعا واستحاله هرسمه واستحاله هحط الانتيرير من جواه واللاندسكيب ولايت وماتيريال وكل الكلام ده كله الفايل نفسه مش هيقوم طب ما انت بتعمل ايه لما هتيجي تشتغلي عندك انتيرير فانت بتشوفي اصل المكان سواء كان ريسبشن مطبخ اي مكان بتاخديه كده كبول لاين وتيجي تاخدي شوت الكاميرا وهو باصص هنا جوه المكان وكان بره في قصر وهو ما فيش حاجه اصلا يعني بصي كده الشوتس مثلا او الشوتات اللي احنا هنشتغلها دلوقتي او اللي احنا هنشتغل زيها مثلا خدتي بالك هتلاقي ان انت عندك الصوره يعني مثلا زي ايه مثلا زي كده حد شايف دولت؟ طيب هو ده حمام قصر ولا فيلا؟ فيلا شرفه شكله فيلا مودر لا مش شرط ممكن تكون شقه دوبلكس ممكن تكون عباره عن بيت كبير او شقه كبيره فهي دي اصل الفكره انت ما تعرفش جوه بره في ايه فانا بوفر في حجم الفايل عشان ابتدي ان انا اقدر اشتغل معايا؟ هتلاقي في عندك هنا مثلا شوت تاني زي ده كده هي دي انت حاططها فين؟ حاططها في قصر ولا في جنينه ولا في شباك بيت صغير ولا فين؟ تعرف؟ لا فهي اصل الفكره ان انت بتروح تعمل بول لاين على مين؟ على الجزئيه اللي انت عايز تشتغل فيها فقط. بتوفر في قيمه حجم الفايل، بتوفر في قيمه التقل بتاع الفايل وهكذا. تمام انت خدت بالك؟ هتلاقي في عندك كمان ده هو ده ايه ده؟ هو الباقي ساكت ليه؟ بيت المجموعة يا جماعة فين؟ موجودين طب ما المالكم هبطين ليه كده؟ لا لا بنسمع حضرتك بس انتوا لسه صاحيين اتغديتوا؟ ولا حضر غدا انا؟ الغدا كتير عندي لا لا كلنا براحتكم لا معاك يا دكتور مركزين يعني هزار ما ندومش غدا؟ غدا انتيرير غدا اكستيرير براحتك لا احنا عايزين تحلية بس يا دكتور طيب قوي زيتونة زيتونة فهي الفكره كلها ان انت بترسم انا ما اعرفش دي ممكن يكون شقه في الدور الثاني او في الثالث او في الرابع لكن ما اعرفش ايه المحتوى هو المقصود احنا هنتعلم بعد كده ان احنا نشتغل ونعمل اوتلاين بتاع المكان اللي انا اشتغل فيه والناس تحس ان من بره ده قصر في حين ان انا اصلا من بره ده مش حاجه انتوا معايا يعني بص من ضمن الشوتس ده حاجه هنشتغل عليها بس لما نيجي نخش في موضوع الفي راي ده شوت انتيرير انا جايبه من بره من على الانترنت يعني بص هتحس ان انت عندك ده جزء متكامل او جزء موجود في حته في فيلا او قصر موجوده بره في حين ان انت اصلا ما عندكش حاجه اصلا يعني المكان بره انا مش عارف هو اصل الفايل اهو زي ده كده خدت بالك تحس ان في ريسبشن ان انت في عندك حمام ان انت في عندك مطبخ في حين انت لما تيجي تبص جوه المكان المكان كله كاكسسوارز موجود لكن انا ما اعرفش الناحيه الثانيه في ايه او بره في ايه هتشايف حاجه طب بره في ايه؟ بص لو خرجت كده من غير الكاميرا وبصيت بره ولا اي حاجه. حد معايا ولا؟ مع حضرتك. يبقى ده الا اذا امتى اضطر اضطرارا ان انا اعمل كل الانتيريور بتاعي في نفس الفايل؟ لما اكون انا عامل انيميشن وهبتدي ان انا اعدي على اوضه اتفرج العميل عليها كبرزنتيشن او فيها انيميشن. يبقى ده اضطرارا مني فانا كده خلاص هبقى عامل حساب ان انا عندي جهاز تقيل هبتدي اشتغل عليه. وصلت؟ وصلت طيب ارجع للسؤال تاني اعتقد بتاعت نور سؤال نور صح؟ اللي هي سالتوني ان انا هرسم البول لاين على اللاين او على البلان مين؟ ده انا ريم طيب بص يا ريم في زيتونه ثانيه انت البلان ده جاي لك هل انت عارفه ان هو مرسوم صح ولا لا ولا متكروت ولا لا؟ لا ما اعرفش ويعني ايه بلان متكروت مش فاهم دايما يا جماعه اللي بيجي يرسم 2 دي هو مش فارق عليه الخطوط المتداخله اللي هي الاوفرلابس مش فارق ان هو كده كده باي ديفولت لما يجي الطبع مش هيبان
طب ما اللي هو بيعمل ايه؟ يحط خط الاند بوينت مش متقام مش مع الاند بوينت. طب ايه الحل؟ الاوتوكاد محترم في الموضوع ده. حد جرب يشتغل كاتري دي؟ لا. لو انت جيت رفعت كاتري دي عملت اكسترود للكتله اللي هي بايظه او في خطوط اوفر لابس على بعضها يقول لك لا لو سمحت انت عندك خطوط متداخله مع بعضها روح شيلها. في امر عندك موجود اسمه اوفر كال ده بيروح يشيل لك المتداخلين الخطوط المتداخله مع بعضها. 3 دي ماكس مش محترم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت حتى هو بيسمع كلامك حتى لو في خطوط متداخله هو هيدخلها على بعضها. انا مش فاهم انت تقصد ايه. يعني لما هنيجي نشتغل مثلا كده ده لاين اهو. طبعا انا مش بشتغل ولا بشرح انا بوريها بس النقطه دي تحديدا كده يا رين. بصي ده المقصود يا رين كده كده مثلا هو وفي خط كده خلاص وجاي مكمل كده. هو ملوش علاقه هو هيمسك كل ده كده اهو وهيدخله مع بعض. هتمسكي كل الكلام ده هتيجي تعملي هنا اكسترود ولا هيقول لك لا ولا هيقول لك ان في اوفر لابس على بعض. هو هيطلع قطعه هو ماله هو خدتي بالك. انما الكاد لا لو سمحتي روح يشيل الخطوط. هو بيقول لك كده لا لو مش هينفع روح يشيل الخطوط باوفر كاد. يبقى ده كده الشرط رقم كام؟ أربعة. في اخر حاجه اللي هي اماكن الابواب والشبابيك. مش انت بيبقى في ارك مطرح الباب او الشباك؟ يعني انت مثلا عندك هنا كده ده بلان اهو تمام بيكون في عندك هنا شباك محطوط له ريكتانجل وفي هنا مثلا عندك باب وفي ارك من جوه صح؟ حد يرد يا جماعه؟ اه موجود. طيب احنا بقى بنعمل ايه؟ احنا عندنا حاجتين يا اما انت كده كده بتشيل الاركات واماكن الابواب والشبابيك يا اما بتروح تجيب البلان بتاعك دبل لاين معمول له اوفست جاهز بس مكان الباب والشباك مقفول كده هتشايف؟ اه او بتكون انت مفرغه اماكن الابواب والشبابيك بس مقفلاها لاينز. يعني احنا في منهجين احنا هناخدهم. المنهج الاولاني ان البلان عندك ده يكون مفتوح مقفول كده. طب بعد ما يكون مقفول هتدخله يعني جوه مكان الباب فين بس؟ اه هتلاقي ان انت لما هتيجي تدخله جوه 3 دي ماكس وتيجي ترفع وتعمله هنا اكسترود ويطلع كل ما عليك ان انت تروح بالبروبوليان تفرغ اماكن الابواب والشبابيك. ده منهج وخدناه اللي هو ايه؟ ان انا اعمل بروبوليان عشان اروح افرغ باب او شباك. حصل؟ حصل. بقيه الفنانين فين؟ حصل. طيب تمام. ايه بقى المنهج اللي هو ايه المنهج اللي هو ما حصلش؟ ان انت لما يكون في عندك بلان والبلان بتاعك ده مفتوح. مش فاهم يعني ايه مفتوح؟ يعني هقول لك انت جايبه من الكاد كده. يعني انا هاجي هنا كده مثلا واجيب هنا ريكتانجل كده مثلا وابتدي ان انا اجي للكتله اللي هي 3 دي اللي هي دي ما فيهاش اكسترود. ومن ضمن الاوامر ده مش شرح خلي بالك. يعني ده مش شرح انا بشرح بس بقول للجمعه يعني ايه بلان مفتوح عشان ما حدش بس ايه يبقى في التخيل وهو مش واخد باله من ايه الدنيا عامله ازاي. ان انا هاجي يكون البلان اللي انا جايبه جاهز من الاوتوكاد يكون مفتوح اماكن الابواب والشبابيك ان هو يكون عامل كده. هتشايف حاجه؟ اه الله. بس استنى ده انت عندك مشكله يا جمعه اللي هي ايه؟ لما انت هتيجي تعمل اكسترود الله فتحه الباب والشباك هتبقى من الارض للسقف. ده المنهج اللي احنا لسه ما خدناهوش اللي هو ايه؟ ان انا هقفل قيمه الكاميرا او هقفل قيمه الباب او الشباك. ده امر اسمه بريدج اللي موجود جوه ايديت فولدر. طيب يا دكتور ليه احنا ما نختصر كل حاجه ونقفل البلان كامل ونبقى نفتح الابواب والشبابيك؟ انت كلامك صح انت كلامك صح ومنطقي بس احنا في عندنا حاجه اللي هي مشكله البروبوليان دي انا بحاول ابعد عنها. خدت بالك؟ يعني ايه البروبوليان بحاول ابعد عنها؟ ان انا مش عايز كل شويه اعمل بروبوليان. ليه؟ لان احنا في منهج هناخده او طريقه او فكر ان انا ما بعتمدش على حاجه واحده بس لان اختلاف الكتل واختلاف الاشكال دي مشكله. ان انت مش هتروحي تعملي بروبوليان خالص. ان انت هيبقى عندك هنا مثلا فرضا شكل ومجموعه اشكال كده دي اشكال الشبابيك مثلا. مجرد ما انت هتروحي تعملي اكسترود انا هخليه يوفر لك ان هو يعمل فتحات باي ديفولت كده من نفسه اهي. حد معايا ولا فين؟ انا عملت بروبوليان دلوقتي يا جماعه؟ لا لا. بس دي اللي احنا عايزين نوصل لها ان انا ما اروحش اضايق نفسي البروبوليان وتطلع فيه مشاكل وسواد برضك هنعتمد عليه. يبقى انا كده بص الفكره اصل الفكره كلها ان انا مش عايز يكون في عندي مثال ونفضل نشغلين عليه. انا عندي كتل كتير والافكار كتير والمشاكل اكبر. فانا عايز يكون ليا عندي حل من كل حاجه او فتحه موجوده عندي.
خدت بالك؟ يعني انا مش لازم التزم بشكل واحد معين. حد معايا؟ مع حضرتك. طيب يبقى كده انا عندي كام منهج؟ خلي بالكوا انا ما شرحتش حاجه، كل اللي انا جيت قلته ان انا عندي مجموعه شروط جوه الكاد لازم اخد بالي منها عشان لما اجي ادخلها عندي جوه 3 دي ماكس ما تحصلش مشكله. ايه هم تاني؟ ان انا اكون شغال لايرز، ثاني حاجه اكون شغال بولي لاين، ثالث حاجه اليونتس، ان انا اظبط اليونتس عشان لما اجي اشتغل هناك بالانش مثلا وده الستاندرد بتاعه واجي داخل على الماكس وهو يكون شغال بالمتر وعامل اكسترو 3 متر، هو بالنسبه له 3 متر دول 3 انش، هتفاجئ ان الريشيو بتاعك مش مظبوط. يبقى عندك شرط من ضمن الشروط مهمه ان انا واحد اليونتس كده. عندك شرط تاني بعديها اللي هي الخطوط او الاوفر لابس اللي على بعضها. شرط اخير اللي هي يا اما بلان مفتوح او بلان مفتوح مقفول. وصلت؟ وصل. حد كتبهم؟ دكتور ممكن اسال؟ قولي 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 انا سامعك. حضرتك كنت وانت بتشرح الاوفرلاب في موضوع الاوتوكاد وكده قلت انه في ال 3 دي لو عملت اوردر معين في الاوتوكاد بيبين لي انه في ايرور او في اوفرلاب. كان ايه اسم الاوردر معلش؟ مش بيبين لك ان في overkill. هو بيروح اوفركيل ده بيروح يلغي كل اوفرلابس على بعضها. خدت بالك؟ اوكي امر في منتهى الاهميه. تمام. وعشان خاطري خدوا بالكم وانتم بترسموا كاد اوكي وانه يكون كل بلان مظبوط عشان المشاكل هنا، انا بحاول كل ده استقطب المشاكل اخلصها جوه الكاد عشان مش عايز مشاكل مع الماكس. خدت بالك؟ وصلت؟ طيب انا دلوقتي لو انا حبيت اروح اجيب بلان الكاد وادخله عندي هنا جوه الماكس، اهم حاجه تاخدي بالك الفيرجن اللي هي اصلا بتاعته دي فيرجن كام؟ يعني انت شغال الكاد كام؟ 17 18 اه. المهم انت عندك نسخة الكاد لازم تكون يا اما مساوية للماكس يا جماعة يا اما اقل منها. حد معايا؟ يعني الكاد اقل من 3 ماكس؟ او ماكس مساوي ليها. اه. يعني مثلا انا عندي هنا مثلا ماكس 20. ما ينفعش اجيب كاد 21 وادخل ملفه هنا اهو. الا بقى لو انا جيت عملت له فايل سيف از وحفظته فيرجن از. خلي بالكم دي من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تعمل لكم مشاكل. تمام. طيب انا معايا بلان كاد اهو. طب بلان الكاد ده هجيبه ازاي؟ كل انا هاجي اعمله في عندنا طريقتين. لو انت جيت خدت الفايل ده كده وفضلت ماسكه وجيت خدته هنا عندك على الماكس وما سبتش ايدك لسه ما رفعت صباعي وجيت هنا في النص كده رحت سايب، هتيجي تعمله هنا ايه؟ امبورت. يعني معنى كده لما باجي ادخل اي ملف كاد جوه اي ملف ماكس باجي اقول له فايل امبورت امبورت او دراج اقول له امبورت فايل. في حاجه جت قبل حاجه جت يا جماعه ولا لا؟ اه حيطان. هو الباقي نام ولا فين؟ نام معاك يا دكتور. طيب موجود زي دكتور. حلو. فانا كده بس انا في مصيبه عندي حصل، حد عارف ايه هي؟ حاجه انت محتاجينها جدا. في حاجه في السكيل. ها حاجه ايه؟ حاجه في السكيل. جدع الله ينور عليك. يعني ايه حاجه في السكيل؟ انت مش قلت لنا من شويه ان انا بظبط اليونت عندي جوه الكاد عشان اجي هنا الماكس يقول لي دي انهي يونت؟ انا هنا فقدت المنيو اللي هي في منتهى الاهميه اللي انا بظبط منها الكلام ده، اللي هي ما بتظهرش مع الدراج. ما بتظهر فين؟ بتظهر لما حضرتك تيجي تقول له فايل امبورت امبورت تاني. فين هو الفايل؟ اهو. فين هو؟ هقول له اوبن. الشاشه دي هتشايفها؟ الشاشه دي في منتهى الاهميه يا ساره. طب مهمه في ايه؟ اولا انت عندك هنا ايه قائمه ايه دي؟ لايرز. يا رجاله لايرز لايرز دي الله. مش انا جيت قلت لك من شويه يا ريم انت ممكن تدخلي البلان كله بتاعك على الارض؟ حاجه ريم. اه ايوه لا. ايوه ده انت ممكن حضرتك هنا تعملي هايد او ان هايد او لوك للبلان اللي موجود في الارض لمجرد ان هو يكون جايد لاين ليكي بس. اوكي الله زي اللايرز. جدع برافو عليك. طيب في حاجه ثانيه القائمة اللي هي في منتهى الأهمية الأكثر أهمية بقى قائمة جيومتري اللي هي دي. هي دي أول حاجة مكتوب فيها يا ريم. Incoming file units. Import file units. آه أنت جايبهولي بقى هناك من الكاد بأني يونتس كده يا ريم؟ آه والله أنا هناك شغالة مليمتر. ماشي. لأن أنت في انتيريور بيشتغل أحيانا ملي في الزخارف والحاجات الصغننة. أو أنش. أو أي يونت تختاريها بس لازم تكون مشابهة نفس اليونت بتاعت الكاد. تمام. طيب تمام دي حاجه في منتهى الاهميه اوعى حد ينساها. تاني حاجه هو انت هناك شغاله لير ولا كالر؟ الله هزار ده اهي.
مش انت كنت بتقولي من شويه هل ليها لازمه يا هزار؟ اه اهي، يبقى معنى كده ان هو بيحس ان هناك لو انت شغاله لاير اختار اللاير، ممكن هنا هو برضك يحس بالكالر لو انت هناك مميزاه بالوان. الله الله عصر. حد معايا ولا فين؟ ما حضرتك يا دكتور. تمام. ما حضرتك. في بقى مشكلتين، احيانا بيكون البلان اللي انت جايباه من الكاد في كيرف، او حضرتك تكون انت عامله فالت. حد عارف فالت وتشامفر و... طب اللي هو الفالت ايه؟ اللي هو الخط الناعم الملفوف، صح؟ بالظبط. طيب هل انا شغال كاد 2 دي ولا كاد 3 دي؟ لا 2 دي. يبقى انت هنا مضطره تيجي تزودي حاجه اسمها الكيرف ستابس عشان اروح ازود نعومه الاشكال ال 2 دي اللي جايه لي من الكاد لاي حاجه معمول لها فالت، لاي حاجه ملفوفه. لا معلش هو جمعه شغال 3 دي. يبقى انت هنا يا جمعه لنفس البلان الملفوف محتاج تزود حاجه اسمها سموث انجل. يبقى السموث انجل دي المسؤوله عن نعومه الاشكال 3 دي اللي جايه لي من الكاد اللي فيها فالت او اللي ملفوف. حد معايا ولا فين؟ حضرتك. خلصت مؤقتا حاجه اقول له هنا اوكي. هو هو نفس البلان اللي انت كنت جايبها. ازودها يعني قد ايه؟ يعني حلو على حسب درجه النعومه اللي انت محتاجاها. طب دقيقه واحده، هو انت بتقول لنا طب انا قلت له اوكي وخرجت، هل ينفع ازودها من جوه؟ اه طبعا ينفع. اعمل فلوت وتشامبر وتريم واكستند وكل وافصل. اه طبعا كل الكلام ده ينفع. بس بردك انا على نفس النهج بتاعي اللي انا شغال بيه، الوقايه خير من العلاج. بس التجربه ما فيهاش مشكله، جيت حطيت 20 ولقيتها مش نافعه ازودها من جوه. بس ابقى فاهم ان دي بتزود لي درجه نعومه سواء كانت 2 دي او 3 دي. الكيرف ستابس ل 2 دي، السموث انجل ل 3 دي اللي جايه لي من الكاد. وصلت؟ ايه الحل؟ لا. نعم لا ممكن حضرتك قول يا فندم انا سامعك. اللايرز لو عملت لوك للاير هل انلوك بعد كده ولا طبعا؟ طبعا طبعا ممكن حاجه تيجي. ما انت عندنا هنا قائمه اسمها قائمه لايرز اهي، هتلاقي بردك فيها اللوك والانلوك والفريز وانفريز وكل زي الكاد بالظبط. اي وهايد وان هايد زي انت عايز. اي بس دول مش اللايرز اللي كانوا داخلين بيهم من الاوتوكاد. ليه؟ يعني كانوا تول ثانيين، هل هم دول؟ اه ما هي دي نفس الفايل اللي انا حطيتها، ما طلعتش فايل ثاني. اهو اهو ديليت ده وارجع من هنا فايل امبورت امبورت ثاني، وهاخد نفس الفايل على الديسكتوب اللي هو ده، واجي هنا اشوف لايرز اهي. تمام ميرسي. وصلت؟ وصلت. طيب ايه المتاح بقى؟ دي منين؟ هي مين دي؟ ال اللي هو المنيو ده اللي موجود بتاع الديزاين اللايرز. لو ما قلتيش خلال 5 ثواني يا نور هزودك التصوير. لا والله انا النت عندي فصل اصلا لا دي احنا خدناها في اول محاضره. خلال 5 ثواني يا نور لو ما قلتيش. لا والله ما فاكره. اهي كليك يمين في اي مكان فاضي لو تفتكر ان انا بظهر داخل القائمه دي. اوكي ليس تمام. بس انا زعلان منك يعني والله هفتكر بعد كده. طيب ولو ما افتكرتيش قولي لي. بس اهم حاجه المشكله ان الحاجات الصغننه دي ممكن توقفك. طيب المهم انا جيت هنا اهو كده ودخلت بلان، ايه المطلوب حضرتك تعمله؟ خلاص خلي بالكم انا الى الان ما شرحتش غير شروط الكاد وفايل امبورت امبورت فقط. حد معايا عشان بس الفرح اللي احنا بنشرحه ده للتخيل مش اكتر، وكل ده هيتفرد على المحاضرات. فهاجي هنا اهو كده المفروض ان انا هاجي والله جه جمعه قال لي انا الفلت مش عاجبني عايز امسك دي افلتها. هي اروح اعملها هنا فلت سواء بالقيمه، ده مش شرح خلي بالكم. اعمل مثلا هنا القيمه دي، او اجي امسك بس البوينت اشوف مشاكلها فين، اخليها هنا كورنر بوينت، امسك البوينت دي كده واروح اعملها هنا فلت افلتها. طب هو كده ده كده في الغالب في مشكله. المهم ممكن اعملها فلت، ممكن اعملها تشامفر. شوف برضك التشامفر هتشتغل الاول؟ لا ما اشتغلتش. نعملها تاني مش مشكله. المهم حاجه اعملها هنا اكسترود وارفع الكتله بتاعتها. كده انا عرفت المشكله بتاعتها فين. حاجه امسكها كده بس ده بره طبعا ده بالشرح. المفروض ان انا بروح اعمل حاجه اسمها جوينت او ويلد اللي ايه للنقط، يعني دي حاجات جوه الماكس اهي كده، عشان لو حبيت امسك بوينتس واجي اقول لو سمحت روح اعمل ليهم فيلت. والكلام ده بردك في الشرح ناخده بردك تفصيليا. ف
فيلت يعني اديها ايه زاويه ملك. اجي امسك البوينتس دي كده واروح اعملها هنا حاجه اسمها تشامفر دي اشطفها. الخط ده مش ناعم، في عندي هنا جوه اللاين في عندي حاجه اسمها كيرف ستيبس. ايه ده تاني؟ اه طبعا تاني. ما انت هتزود افرض ان هو انت مجرد ما انت دخلتها مش هينفع؟ لا ينفع، خليها نعم. ثم خلصت هتروح تعمل هنا اكسترود. بعد ما عملت اكسترود هترفع الكلام ده كده فوق. طب بعد ما انت عملت الكلام ده عايز تجيب الدروة او السطوح، حاجه هنا اس بي لاين، واروح جاي واخد نسخه من لجوه واروح جاي ساحب دي كده. ثم حاجه اعمل له هنا اهو كده ديتاتش، افصل ليه؟ عشان دي كتله ودي كتله. وهاجي هزر اروح جاي ماسك اللي هو البلان الثاني ده كده اللي هو بتاع السطوح، واروح جاي قايل له هنا اكسترود لوحده. هاجي هنا من موديفاي واقول له لو سمحت روح اعمل هنا اكسترود، والثيكنس اللي هي بتاعت تخانه السقف اهي. ثم اجي بالسناب 3 دي واروح جاي واخد منها فيرتكس. ثم هاجي بعد كده يا جماعه اروح واخد الشغل ده بتاعي ده كده اهو من هنا موف، واروح واخد دي كده اهي اروح جايبه هنا كده، وانزل بيها قيمه الدروه او السطوح اللي انا عايز اعملها او فواصل الادوار بالري. كل اللي انت اشتغلته ده سريعا ده مش شرح خلاص، بس انا بفهمك ان انت بعد ما بتروح تدخل البلان بتاع الكاد وتشتغل جواه ايه اللي هيحصل. حد معايا ولا فين؟ حضرتك طيب تحديدا كده برضك عشان اللي بيتفرج على الفيديو او حتى اللي كان موجود وكان ما مش واخد باله، احنا ما خدناش غير فايل امبورت امبورت فقط، والخصائص او الشروط اللي انت لازم تاخدي بالك منها جوه الكاد. وصل الكلام ده؟ طب هو ليه لما احنا عملنا في الكاد بولي لاين هنا ليه ما كانش شغالش؟ لان انا عملت له اكسبلود عشان اوريكم المشكله دي وانا نسيت. تمام وصلت؟ وصلت. طيب في حد من البنات ساكت في مشكله عنده؟ هو مثلا على حاجه بس يا ريت يا فندم يا ريت. هو ايه الامر اللي عملناه عشان نطلع البريكس او الفيرتيسز بتاع البولي لاين اللي مدخلينه؟ نطلعها قصدي حضرتك ان فلتها يعني اعملها فلت؟ صار يعني ان احنا نمسكها او نتحكم بيها كان ايه الاوردر وقتها؟ فيرتكس، بس دي حاجه لسه ما خدناش اللي هي حاجه اسمها فيرتكس، بس دي لسه هناخدها يعني. مش هو احنا عملناه اديتبل اس بي لاين ولا ده حاجه ثانيه؟ اه اديتبل اس بي لاين، بس لسه هناخدها تفصيليا. في حد عنده سؤال تاني؟ معلش انا عندي سؤال. قول يا فندم. لو احنا كنا اوريدي في الاوتوكاد عملناه بولي لاين خلاص، لما ندخله على 3 دي ماكس مش هنحتاج نعمل ويلد الاول بعد كده نعمل ودي من ودي من الروائع اللي انت لازم تعمليها جوه الكاد وتامني نفسك، لان انت مشكلتك من هنا وطالع ومشكلتك كلكم اللي هي هتبقى سناب ويلد، وهتشوفوا بعد كده واحنا شغالين. يعني موضوع البولي لاين وان الشكل بتاعك يكون مقفول وان هو يطلع لك اصل انت خدي بالك من حاجه، 3 دي ماكس هو طيع بين ايديك، قلت له غلط هيمشي غلط، قلت له صح هو ملوش علاقه، هو بينفذ زي ما انت بتقولي له وخلاص، هو مجرد اعمى زي ما بتقولي هو بينفذ لكن ما يدلكيش. الكذا ما قلت لك من شويه هو محترم ان هو بيدلك، خلي بالك انت عندك كذا روحي شيلي كذا، حاجه في منتهى الاحترام. لكن ده هو ده بايع نفسه بايع صاحبه، يعني انت عايزه كذا حاضر قوي اعمل كذا، وهتشوف المشاكل اللي هتطلع يعني. عشان كده يمكن بتك على الموضوع ده. طيب هو انا عندي سؤال. قولي يا فندم براحتك. ليه اضطرينا نعمل ديتاتش لما عملنا اساسا كوبي للبولي لاين اللي جوه اللي هو كنا عاملينه اوفست ده؟ ما انت مضطره لان انا خدت نسخه من جوه عشان اطلع السقف، عشان اخد نسخه من اللي جوه واطلع السقف لان هنبيت درو. هو انا كل حاجه لا اخد منها لو اي حاجه عملت لها كوبي لازم اعمل لها ديتاتش الاول؟ لان هما لو انت ما عملتيش ديتاتش هتلاقي هما الاثنين ليهم نفس الاكسترود واحد. اه اوكي ماشي. وخدي بالك برضك احنا ما خدناش ولا ديتاتش ولا ان انا ازاي افك ولا ازاي اعمل، لسه الكلام ده ما كلمناش فيه خالص. تمام ماشي اوكي. بصوا بقى ده الشق الاولاني، لو انا حبيت اروح اخد اي حاجه من الكاد ومشاكلها واللي انت ممكن تتعرضوا ليه. وخلي بالكم الفيدباك بتاعكم اهم من شرحي، يعني المشاكل اللي انتوا هتقعوا فيها وانتوا لوحدكم لازم اتسائلها عشان اجاوب خلاص. طب ده شق، طب معلش انا ما اعرفش كاد ولا 2 دي ولا 3 دي ولا شفته اصلا وعايز ارسم جوه الماكس ينفع؟ اه لو حضرتك انت بصيتي هنا كده عند كرييت والجيومتري اهي هتلاقي في عندك هنا الشيبس. الله دي اشكال 2 دي، هو حاطط لك فيه ايه هنا؟ ريم لاين ريكتانجل هزار اليبس دونات
دي مجموعه شيبس. طب هو مديك ايه كمان؟ سيبك بس من النيرفز دي خالص وعدي اللي بعدها، هتلاقي في عندك هنا ايه؟ اكستند اسئله. الله، ده حاطط لي خمسه كمان يا جمعه اهو. هو الراجل ده موفر لي مجموعه اشكال احتمال احتاج لحد منها. انا محتاج بس قبل ما ابدا، وانا انت هترسم برضك زي ما احنا عملنا في 3D، هتنزل وترسم وتشوف ايه شكل الرسم، سواء دونت سواء انيجون سواء هيليكس سواء كذا. لا انا مش فاهم، بص كده معايا دقيقه واحده عشان هسيبك تجرب واحده واحده. حد فاكر موضوع الهوس اللي انت اللي انتوا كروتوني فيه ساعه لما قلت لكم احنا خدنا البربق؟ ايوه ايوه. حد فاكر الكرواته اللي انا كروتها لي؟ ايوه ايوه بالظبط. طيب في هنا الراجل ده مديني هيليكس، انا مش فاهم ايه الهيليكس ده، عم بيه ايه ده؟ ينفع ايه ده؟ ينفع أه؟ ايوه هو ده بقى اللي انا عايزه. وانت بترسمي الشيء وانا هستغله في ايه؟ يعني مثلا هو مديك هنا كده مثلا يسار ستار، هو انا هعمل بيها ايه دي هزار دي؟ مش فاهم يعني. ممكن تشكيلة السقف، ممكن جيبسن بورد، ممكن او تشكيلة في الارضية. طب هل تنفع بدن عمود؟ نعم بدن عمود. يعني انت لو زودت البوينت دي كده وعملت دي كده كده اللي انا عمال اقولها كده دي، احنا لسه هناخدها شرحه، واجي اقول له هنا اكسترود كده اهي لو سمحت اهي كده. الله، ده طلع ايه ده؟ عمود جبس. طب استنى بص بقى، لو احنا قعدنا نفني فيه شويه تمام اهي حاجه طلع دي كده اهي، ده الاكسترود بتاعها. شايف؟ وهاجي ازود لها هنا سيجمنت. وجيت احنا كان في اوامر احنا خدناها اف اف دي يا جماعه. اه خدناها حاجه كده للبوينتس دي كده اهي، كنترول بوينتس، وامسك النقط دي كده واقول له هنا سكيل. الله 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 الله، وطلعت ايه دي؟ حد يرد؟ ايه دي؟ عصير برتقال. عصير برتقال حلو. الناس اللي شغاله برودكت صحيح. طب دي قبه المسجد. ها قبه دي ولا تمشي دوم؟ مش عارف، حاسس انها تمشي دي مش بلعينها قوي صح؟ حسن ما شفتش دوم بتبقى مزجزجه قوي. طب ايه رايك اديكوا دوم دلوقتي تعملوها لي خلال 5 دقايق؟ نشوف الدوم الاول حالا. يا سلام، هو انت جيتي يعني؟ ده انت ده ما جيتش يعني، انتوا خليتش في الملاعب. فين هي؟ هو انا عايز اسال سؤال. انا سامعك لحد ما طلع الصوره. ماشي، هو المفروض لو انا رسمت حاجه 2D يعني لما اجي اعمل اكسترود، هو بيعمل سيرفيس الاول بعد كده بيعملها اكسترود، ولا بيعمل اكسترود اللاين بس؟ اكسترود اللاين والاوت لاين بتاعه، يعني سواء كانت مجوفه او سواء ما كانتش مجوفه. ايوه يعني انا مثلا عايزه الشكل ده يكون فاضي من جوه، فعايزه بس يبقى لو انت عايزاه فاضي من جوه، انت ممكن حضرتك تروح تعمل اوت لاين زي ما انا عملت كده. هتشوف حاجه؟ اوكي تنفع؟ تمشي دي؟ تمشي الفكره دي؟ تمشي. دي في 5 دقائق؟ نعم. دي في 5 دقائق؟ اه بس خلاص احنا انا حرقت الفكره يعني. ايه المطلوب مننا دلوقتي؟ ان احنا نمشي على واحد واحد من دولت، هدوس واسحب. بس شرط وانت بتسحب وبتجرب عم بايه ده؟ اطلع بايه؟ التفكير في طريقه الحل اهم من شرحي واهم من ان انت تطلع الشغل. جربوا واحده واحده بدون كرواته وارجعوا لي. يلا بص السؤال تعريته اللي هو ايه؟ انا دلوقتي مثلا احنا لسه ما خدناش الرسم خالص، بس هي بتسال وهي بتجرب زي ما قلت لهم كده، برسم لاين كليكات بس بالماوس كده فبيطلع كورنر. طب كليك كريته كده وانت انا لسه ما زلت دايس وبتحرك، هديني كيرف اهو. هتشايف؟ ايوه انا مش فاهمه ده بقى بيحصل ازاي، باجي اجربه تاني بلاقيه مش طالع معايا، مش عارفه ايه اللي حصل. فاكر
اللي حضرتك تحب برضك، يبقى مش هديكوا اساينمنت يعني. ماشي بص، هدوس وان كليك دايسه على الماوس وهي ماشيه. جدع برافو عليك. هدوس وان كليك وافضل دايس واسحب حاجه بسيطه. هدوس وان كليك وافضل دايس واسحب حاجه بسيطه دي. طيب شايفه؟ يعني هو انا مفروض ما افضلش دايس على الماوس؟ مفروض لا مفيش حاجه مفروض. لا 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 مفيش حاجه مفروض. انت لا يعني قصدي لو انا عايزه كورنر ارسم شارب لاين هتروحي كليكات بس بالماوس كده. اوكي جاست وان كليك. اوكي تمام هجرب تاني. جرب ما قلتليش ايه رايك في الشوتس اللي موجود على الفيس؟ ما بصيتش بصراحه. انا عايز انت تبصوا بردك على الشوتس دي وتقولوا لي مثلا في كذا. انا عايز الكومنتس بتاعتك حاجه في منتهى الاهميه يعني. هبص عليهم. اوكي بص دلوقتي احنا قلت لنا من شويه وشرحت لنا لو انا حبيت ادخل بلان كاد او اي سيكشن انا جايبه من الكاد واي حاجه انا راسمها على الكاد حتى لو لوجو يعني واحد ملوش علاقه بالقصه او عايز يعمل ديزاين اي مكان على الكاد هدخله ازاي، بس اهم حاجه الشروط والفايل. تاني حاجه اللي ما يعرفش كاد واحنا اتفقنا دلوقتي مجموعه الاشكال اللي انا سبت لكم تجربوا، واهم في موضوع التجربه ده ان انت تتخيل وانت بتشتغل. طب تمام هو هنا مدينا ايه؟ مدينا مجموعه اشكال شيبس 2 دي لاين ريكتانجل حاجات سهله بسيطه ما فيهاش اي حاجه خالص. هل ينفع ان انا استغلها في حاجه غير الرسم؟ انا ممكن استغل الاشكال ال2 دي كوسائل مساعده. نعم وسائل مساعده. انت رحتي عملتي مثلا حاجه اكستيرير مثلا زي الفيلا اللي انت شفتوه وعايز اروح الف حواليه، او اللي هو الكاسل ده مثلا اللي هو وعايز الف حواليه، طب انا هعمل ايه؟ هروح استخدم اول حاجه الاشكال ال2 دي كمسار الحركه، اركب عليه كاميرا حاجه هنا كده اجيب اي اوبجكت. هو في حد معايا ولا انتوا النت مع حضرتك؟ طيب بص يا جماعه انت عندك هنا ده اوبجكت اهو وعايزه يخليه ان هو يتحرك عندي على الكتله بتاعتي. يعني انت عندك اصل الاشكال 2 دي او استخدام فرع ليها او استخدام كوسيله مساعده هستخدمه كمسار للحركه. ايه الخطوات يا جماعه؟ الاوبجكت بتاعك سواء كان 3 دي او كاميرا او لايت او 2 دي او اي مكان عايز اخليه يتحرك هنا اهو هتطلع قائمه مين يا جماعه؟ انيميشن. هتلاقي رابع امر فيها اللي هو ايه؟ كونسترينت. تالت امر فيها باث كونسترينت. استنى بس يا جماعه هو انت مش قلت لنا في الاول خالص موضوع الانيميشن ده ان انا بعمل اوتو كي ومش عارف ايه؟ لا مفيش الكلام ده. هتيجي تدوس على بقى على كلمه ايه؟ باث كونسترينت وادوس وان كليك على الدايره. خلي بالك انا بقول كلمه دايره بالعربي عشان تبقى عارفين ان هي 2 دي. ايوه. البوكس راح فين يا جماعه؟ في الدايره. تعالى بقى اطلع بعينك كده تحت. وهتيجي تقول له هنا ايه؟ شايف فولو. يعني ايه فولو؟ يعني خلي لي العربيه او البوكس او الكاميرا تبقى تابعه للمسار. بص كده لما تيجي تعمل بلاي ده لوحدها من غير ما اعمل اوتو كي ولا الهوا ولا اي حاجه. تاني بقى بص كده معايا دي واحده يا بنت. البنات موجوده؟ موجودين. تعالى نعمل مثلا هنا هيليكس اهي زي الملاهي مثلا، واروح اجيب اوبجكت بوكس هركبه ازاي؟ انيميشن. همسك الكتله او الكاميرا او اللايت او اي مكان وهطلع قائمه انيميشن اهي كونسترينت اهي باث كونسترينت اهي من غير خلي بالك ولا اوتو كي ولا اي حاجه خالص وهدوس وان كليك. ايه النتيجه اللي حصلت؟ ما تنساش تعمل فولو. لا معلش انا نسيت اعمل فولو، ايه اللي هيحصل يعني؟ بص كده. شايف الحركه بقت عامله ازاي؟ بص انت لما هتيجي تعمل فولو هتلاقي هنا بقت عامله زي حركه العربيه، بقى تابع للمسار، بص. هتشايف حاجه؟ شايفين. وصلت؟ يبقى كده قبل ما اسيبكم تجربوا اول استخدام او اول وسيله مساعده انا هستخدمها في الاشكال التو دي ان انا هستخدمه كباص او كمسار للحركه. وصلت؟ حد يحب عادة تاني ولا تجربوها؟ نجرب. بص انت حد سامعني؟ سامع حضرتك. طيب فرضا ان انت عندك دلوقتي البلكونه بتاع الجمعه عامله كده. اهي كده مثلا. وعندي الاوبجكت اللي هو ده اللي هو البرمق بتاع البلكونه بتاع الجمعه. هكرره ازاي عندي على الشكل ده كده؟
حضرتك قلتها واحنا في زيتونة اتقالت، بس اه انا كنت سامع، ركزتش، انت كنت سمعتوها يعني. سامع اه بس ما طيب بص، ركزتش. هو البداية دي تمام، دي سهلة، ممكن البيفوت وحركها عشان دي نص دايرة، لكن لو البلكونة بتاعتك مثلا يا جماعة عاملة كده، ما هياش حاجة منتظمة شايفة، هتعمل ايه؟ يبقى كده انت عندك استخدام الاشكال 2 دي على الخط الغير منتظم للتكرار، او اكررها على الخط الغير منتظم. بمسك الاوبجكت الاول يا جماعة، في عندك هنا قائمة ايه يا سلمى؟ tools وهتلاقي عندك هنا ايه كمان؟ online وهتلاقي عندك هنا امر اسمه ايه؟ spacing tool. وهاجي اقول له هنا بيك الباث وادوس وان كليك، واجي ازود الكاونت على حسب ما انا عايز. هتشوف حاجه؟ حد معايا ولا فين؟ مع حضرتك تاني، انا معايا ده اوبجكت وده باث اي مكان. خلي بالك الاشكال 2 دي ده تاني استخدام ليها كوسيله مساعده، تكرار اوبجكت على باث. هعمل ايه؟ همسك الاوبجكت فاهم، التولز، واخش على الاين الاين ستيجنج تول، بيك الباث وادوس وان. وصلت؟ وممكن اقول له الفراغ ما بين دي ودي قد ايه؟ لا هو بيقسمها على حسب المسافه، على حسب العدد. لو انا مش، لو مش عارف المقاس ده الخط ده قد ايه خلاص. هو لو اصل انت لو انت اديته السبيسنج ده هيخلي لك ستريت لاين، مش هيخلي لك كيرف، لكن آه. هنا الميزه ان هو بيلفها لك على الكيرف. يعني لو جالي خط زي ده وعايز اعرف مقاسه عشان اقسم الحاجه، خط الكيرف يعني؟ اه حاجه كيرف كده. هتقيسه بقى، هتقيسه بالسناب. هيجيب الكيرف عادي؟ اه تمام. دي كده فيها مشكله يا جماعه عند حد؟ يعني احنا كنا لسه بنتكلم ايه في اخر استخدام الاشكال 2 دي كوسيله مساعده، اللي هي وسيله التكرار، اول حاجه وسيله انيميشن، ثم وسيله للتكرار، خدت بالك؟ ثم حاجه ثالثه بقى، اللي هي ان انت هتروح تعمل له مثلا كانه فاست ديسكشن او كورنيشن. مش فاهم يعني، انت عندك اي شيب من ضمن الشيبس دي، سواء كان ريكتانجل او سواء راوندد او سواء مفتوح او مقفول، لو انت جيت هنا من موديفاي وجيت هنا اخترت امر اسمه سويب، بيعمل ايه امر سويب؟ امر سويب ده في مجموعه سكاشن جاهزه، هي اوتوماتيك باي ديفولت، لما تيجي تختارها هو اوتوماتيك بيطبق لك شكل السكشن او الكورنيش ده عندك. في مجموعه بيلت ان سكشنز اهي، مجرد اختيارك لاي واحده منهم هيطبق عندك على الشكل، وطبعا البارامترز بتاعتها موجوده من تحت، يعني اللينث، الويدث، الثيكنس، الكورنر ريديوس، زي ما انت عايز. هتشايفها؟ ومتاح ليا كمان انا لو مش عاجبني دي عشان اعمل الكورنيشه، ممكن اقول له هنا يوز كاستم سكشن واعمل بيك واختار. يعني كتجربه بس مش اكتر، لحد ما ناخدها شرحا، ده كانه ده سكشن مثلا، حاجه سريعا يعني. واجي هنا كده من موديفاي وهعمل هنا ايد سبلاين، لامر احنا لسه ما خدناهوش خالص، بس انا بس عشان ارد على بقيه السؤال اللي هو بتاع امر سكوب، وهعيده تاني برضه. هاجي اخد الشكل ده كده مثلا، همسك الباث واجي هنا كده من موديفاي واقول له سويب، بدل ما اقول له يوز بلت ان سكشنز هقول له يوز كاستم سكشن، بيك، واروح واخد السكشن بتاعي. حد معايا ولا فين؟ مع حضرتك. ادي الشكل ده، ده شكل السكشن. عايزه من بره ماشي، عايزه من جوه ماشي، يعني كانك انت بتعمل له ميرور سواء هورزونتال او فيرتيكال اهي. خد بالك، وممكن اعمله اونلاين كمان على حسب الحيطه او المكان اللي انا بخش. يبقى انت عندك ثالث استخدام للاشكال ال 2 دي، انت بتروح تستخدمها كباس تركب عليه سكشن، سواء من السكشنز اللي هي الجاهزه البيت ان سكشنز بتاعت الامر نفسه اللي هو بتاع امر سويب، او يكون سكشن انت عامله وبتركبه عليه. دي كده فيها مشكله؟ لا تمام. يبقى انت هتعمل ايه يا جماعه؟ هتروح ترسم اي شيب سواء كان مفتوح او مقفول وتطبق عليه امر سويب وترجعه لي تاني. يلا. اولا في اللاين. يعني انا لو حبيت اعمل اللي هو الهاند ريل ده هعمله لاتس؟ لا، احنا ممكن نعمل سيلندر وبعد كده نعمل له اللاين على الباث اللي احنا بنرسمه تحت، اللي هو شكل السيركل والارك ده، وبعدين نكرره، وبعد كده نفس الحكايه للبارت اللي فوق برضو، ناخد كوبي للكيرف اللي هو اللي احنا رسمينه تحت ده وفوق، ونعمل اكسترود، وبعد كده يبقى اللي هو الهاند ريل بقى اللي فوق نفسها. اه بس خدي بالك ريم، انت عندك مشكله ان انت لو احيانا في بعض المولز ده ما بيبقاش لاينز كده، ده ممكن تبقى فيه مرايات في النص او ازاز في النص، صح؟ اه اعمل ايه بقى؟
وممكن تكون الكوبست اللي فوق دي ما هيش مدوره او دي مدوره ودي واخده مثلا ريكتانجل مثلا، ما بتحصلش بس يعني دي بتبقى مدوره يبقى دي بردك مدور صغنن بس يعني مثلا تعمليه. واللاينز اللي في النص دي هتعمليها ازاي؟ ممكن اعمل مثلا الشيب يعني اعمل مثلا اثنين سلندرز واعمل ما بينهم برضو الثلاثه اللي هم خلي بالك خلي بالك انت بتتكلمي على اشكال 3 دي اثنين سلندرز صح؟ خلي بالك انا مش بتكلم على الكوتلي، انا بتكلم على الهاندريل بس. اوكي وحتى لو انت عملتي هنا سلندر طب انت هتلفيه اللفه دي ازاي؟ وحتى لفيتي اللفه دي هتمشي عليه الشكل الكلام ده ازاي؟ اللفه دي تبقى ارك ليه؟ ارك الاين. بس خدي بالك الاين ما بيشتغلش على 3 دي، الاين ده لازم له شيب 2 دي. اوكي شكلنا زنقنا يا ريم صح؟ ايه؟ شكلنا كده زنقنا وفي امتحان. لا لا هفكر ومع ان بقيه المجموعه سايباكي كده مدبسينكم بس هم هيدبسوا معاكي برضك في نفس الامتحان. ولا ايه يا شادو؟ ساره هو احنا ممكن نعمل اكسترود مثلا اس بي لاين اللي هنرسم بيه الباث ده. بس خد بالك الاكسترود الاس بي لاين بيطلع سيرفس زي ما حصل مع في حد من زمايلنا عمل ارك. طب ما يبقى سيرفس وبعدين نعمل له لاتس او نعمل له مش اديت وكده. اديت مش ما ينفعش. ايه هبه طب ايه كده انت دبستوا صح؟ صح يا سلمى؟ مش احنا قلنا امتحانين غير الواجب؟ لا احنا قلنا زيتون بس. طيب ماشي طب ما حدش هيحل دي؟ ما احنا بنحاول نفكر. طيب يلا وفين بقية الناس؟ فين رقية؟ فين هزار اللي كانت يعني صاروخ معايا يعني؟ معاك يا دكتور فكر. طيب فكر. احنا ممكن نرسم path وبعد كده نرسم cross section دايرة وبعد كده نعمل له sweep على path اللي هو بتاع الهاند ريل اللي فوق ده فيعمل كلام الجزئية صح يعني يعني ده الشكل ده كده هيطلع بردك بتودي يعني مش هينفع اشتغل 3D بس هشتغله بقى بتودي ازاي. بص الوقت انت عندك اخر حاجة او الوسيله الرابعه كوسيله مساعده بنستخدم فيها الاشكال 2 دي انت هتروح ترسمي الباس اللي على مزاجي. ادي اللاين شايف حاجه استنى في السناب اهو واجي هنا كده في الشكل ده كده اهو ثم هبتدي ان انا اجي هنا طبعا السموثنج ده هشيله يعني انا هروح اعمله هنا سموث ونعمل قصتنا الوقت بس ماشي. طيب ده شكل الهاندريل او الكوبست اللي انت عايزاه. هتلاقي في عندك هنا ايه؟ حد فاكر ايه سي؟ تمام. هتلاقي فيه من جواه ايه؟ ريلينج. هتيجي تقول هنا بيك ايه؟ ريلينج باث. ودوس وان كليك. يا سلام هو ده اللي انت عمال تقول لنا عليه من شويه؟ لا هو ده ما هوش سموث عشان يبقى سموث كنا بنزود مين؟ سيجمنت. وصل اللي حصل؟ ايه ده؟ فجأة كده طب ثم هتبتدي تعدل بقى في الكونتنتس بتاعك يعني حته حته تعدل فيه. هو مقسمها لك اول حاجه جمعه ايه؟ طب مديك السكشن بتاعه ومديك الدبس والويتس والهايت بتاعه زي ما انت عايز خد بالك ومديك اللور بتاعه اللي هو اللي تحت ده ممكن تغير في السكشن ومقاساته وممكن كمان يا جمعه تكرره يعني ممكن انا لو عايزه هنا لاينز فوق بعضها اهي باجي هنا استنى بس هو انت دوست فين؟ انا دوست فين؟ جنبها جنب اللور تحتيها كلمه لور اهي واجي اروح مكرره بالعدد اللي انا عايزه. هتشايف؟ ايه ده هو ده بس؟ لا استنى هو مديك هنا تحتيها تحت اللور في عندك هنا ايه؟ بوست. الله اللي هي عباره عن ايه؟ بص كده هي إيه دي ممكن تبقى ستانلس او ازاز؟ الله استنى هو ينفع اكررها؟ طبعا ينفع تكررها مش انت في عندك اللي هي السبيسنج زي اللي احنا خدناه من شويه اهي وتيجي تعملها تكرار اهي شايفها؟ حد معايا فين؟ مع حضرتك. الله طب انت عندك ده طب انت عندك هنا اللي هي البوستس بتاعتك دي وفي عندك اخر حاجه اللي هي ايه؟ فينسن اللي هي بتعمل ايه؟ بردك مديك السكشن بتاعها ومديك التخانات بتاعتها
اللي هي العصاية التخينة والعصاية الرفيعة، وبرضك تقدر تكررها زي ما انت عايز. كده أسهل كتير. تاني بقى الخطوات عشان سيبكوا تعملوه. بص يبقى كده عندنا آخر جزئية في استخدامة المساعدة الوسائل 2D أو الأشكال 2D، إن أنت بتروح ترسم باص أو كده أي مكان شكله، حتى لو أنت مجمع لاين على ريكتانجل على إليبس بالشكل هيليكس زي ما تحب، المهم إن هو يكون شكل 2D. ثم تيجي هنا عندك من AEC Extended هتلاقي فيه هنا ريلينج أهي، هتلاقي تقول له بيك الباث أهي دوس وان كليك. أهم حاجة عشان يسمع كلامك تزوده سيجمنتس وتعيش في التعديل بتاعه. وصلت؟ تمام. وصلت؟ يعني كل اللي احنا جينا كلمنا فيها هزار ان انا هروح استخدم كل الاشكال دي وكان عندي اربع استخدامات ليها كوسائل مساعده. لا لا طب معلش انا عايز ارسم بقى، ارسم ازاي؟ قبل ما ترسمي انت لازم يكون عندك وسائل مساعده ترسمي بيها. ازاي يعني؟ مش احنا خدنا يا جماعه السناب؟ اه طيب بالزبط. لو جيت لو جيت دوست وفضلت دايس هتلاقي في عندك سناب 2 و 2.5. السناب اللي هي 2 دي للاشكال 2 دي فقط. طب ال 2.5 لو هرسم شكل 2 دي على شكل 3 دي. طيب وبرضك بختار نوع السناب من جوه. ودي اول وسيله مساعده انت هتحتاجيها. في حاجه تانية؟ في عندنا حاجه اسمها القرص، مش عارف حد فاكرها ولا لا؟ فاكر مش قوي يعني. اقول لك القرص والبولر سناب، حد فاكر طب بنجيبه منين؟ لو انا جيت هنا برايت كليك في اي مكان فاضي وقلت له هنا ايه يا جماعه؟ كاستمايز. دي عباره عن التولز اللي موجوده عندك كلها جوه تول بارز. هتيجي من هنا كده وتقول له والله انا عايز القرص، اول حرفين او ار دوس ورا بعض، ادي القرص وسنامج مود، هروح واخدها كده دراج من بره. هتحتاج مين تاني؟ هتحتاج البولر سناب اللي هي البي او، واخدها كده دراج. انا استفدت ايه من الاثنين دول كده؟ حاجه يا سلمى وانا برسم لاين واجي هنا القرص، فانا كده هروح اشتغل 90 درجه. شايف؟ طيب انا مش هشتغل 90 درجه، ده انا عايز اشتغل زوايا معينه، فانا هاجي هنا للبولر سناب اللي هي دي، وهاجي عند الانجل سناب واجي احط لها هنا قيمه زاويه وليكن مثلا 45 مثلا، وهاجي ارسم كده. حد معايا فين؟ حضرتك. يبقى معنى كده ان انا في عندي نوعين انواع السناب، البولر سناب والاورسو سناب. يبقى احنا كده في عندي الاورسو البولر سناب، عندي هنا كمان السناب العادي. طب انا هبتدي اشتغل ازاي؟ وخلي بالكوا عشان الشكلين دولت انت تعمله زي بس. انا هاجي هنا كده على الجريد، وهاجي هنا بالسناب 2 دي، وهاجي اخد جريد بوينتس وفيرتكس اللي هي دي، وهاجي اخد من هنا لاين. وخلي بالك انت ترسم حتى بنفس عدد الايه الستبس بالظبط، مش هحتاج قرص ولا بولر خالص، انا واخد اللي هي السناب رقم 2 وهمشي كده. شايف؟ ما حدش يكروت يا جماعه في العدد. كده. وخلي بالك انت لو خرجت من الامر انت مش هتعرف تدخل تاني لحد ما احنا خدنا. لازم تحافظ ان انت موجود جوه الامر. طب اشمعنى موجود جوه الامر يعني؟ وممكن تعمل زوم لو انت الدنيا مضايقاك وانت بتشتغل. شايف؟ ايه السبب؟ عشان لازم يجي في الاخر يقول لك يا جماعه كلوز سبين. كلوز سبين. النسخه اللي انت عملتها دي هتاخد منها اثنين، يعني هاجي اقول له هنا شيفت واروح جاي ساحب من النسخه كمان كده. ليه؟ اول واحده انت هتيجي هنا كده من موديفاي وهي 2 دي، وهتيجي تقول له لو سمحت روح اعمل لي هنا اكسترود. اكسترود يعني انت حولها لي من كتله من شيب 2 دي لشكل 3 دي. طلع معاك ايه؟ سلم. تمام. بس انت ملحوظ ان انت عندك بعد ما اديت الاماونت بالسنتي او بالمتر او زي ما انت عايز في حاجه اسمها سيجمنت. احتماليه يا جماعه ان انت ممكن تيجي تزود سيجمنت عشان تيجي تنفذ عليها امر من احنا خدناه اللي هو تعبان وارد، وتدي له هنا الكيرف اللي انت عايزه. شايفه؟ يبقى كده استاد. بس خد بالك لو ما مش هتستخدم امر بند او اي امر تعديل ملوش لازمه انت تزود سيجمنت. طب تمام. طب الامر الثاني او الاوبجكت الثاني حاجه من موديفاي وهدوس حرف ال، مش عشان اجيب لاتست، ده انت هتجيب امر اسمه ليه؟ ليه ده اللي هو مساوي لامر ايفولف جوه الكاد. ليه؟ هدوس عليه وان كليك. طب بيعمل ايه يعني؟ بيلف لك الاوبجكت حوالين نفسه، حوالين الاكس بتاعه.
يعني سواء نقطة المينيمم أو السنتر أو الماكسيمم. بص كده حد معايا ولا فين؟ محاضرتك. طيب هتيجي هنا كده تحدد له الديجري لو انت عايز، يعني كأنك بتعمله سلايس، او حتى السيجمنتس لو انت حابب. وصلت؟ يبقى ايه المقصود؟ ان انت هترسم شكلين 2 دي، واحد هتدي له اكسترود والثاني هتدي له ايه؟ امولود. وصلت؟ وصلت. واحده واحده، ويمكن اقل من واحده واحده يطلعوا نفس الشكلين بالظبط. اعملوهم وابعتهم لي ضروري كلكم على الواتساب، يعني بحيث ان ولا واحد. امر سويب ده هو عباره عن وسيله مساعده رقم 3 لاشكال 2 دي، يعني بستغل او بستخدم الاشكال 2 دي كوسيله مساعده. الاول المفروض بيكون عندي باس، بيكون عندي سيكشن. السيكشن احنا لسه ما خدناش ان احنا نرسمه، يعني ممكن ابقى جايبه من كان جاهز. يعني يعني لو انت هنا جوه الماكس ده الكلام ده اللي احنا لسه هناخده، تمام. انا هاجي هنا بسناب واخد جريد بوينتس وفيرتكس، وابتدي ان انا اجي ارسم كده على الجريد اللي في الارض، ابقى شايفها كده، وامشي على الجريد واحدد اللي هي قيمه ومكان السنون اللي انا بشتغل. كده بس. واجي هنا ارسم شكل كده. طبعا الكلام ده لسه هناخده وهدبسهم فيه كمان. امسك الاشكال دي كده، ثم اروح اعمل هنا حاجه اسمها اتاتش، يعني خد لي بقيه الاوبجكتس او العناصر الباقيه. وهاجي هنا فيرتكس، واروح ماسك النقط دي كده كلها، واروح اعمل حاجه اسمها ويلد او جوين جوه الكاد. الكلام ده بيجي لي جاهز من جوه الكاد، او انت هناخد ان احنا نرسمه بالحرف جوه الكاد. طب ثم عايز اروح اعمله فالت، ماشي، مش عايز على حسب. في زيتون هناخدها اللي هي ايه؟ اهم حاجه البيفوت والانو، مش قصتنا الوقت. طب المهم ان انت معاك سكشن من ضمن السكشن. طب ايه الحل؟ انا هاجي اروح ارسم باس مفتوح او مقفول. فانا عندي اللي هي الوسيله المساعده الثالثه اللي هي عباره عن ايه؟ هستخدم الباس كوسيله اركب عليه سكشن. ايه اللي بيأمر بيركب عليه سكشن؟ امر اسمه سكيل. يا اما هروح استخدم سكشن من السكشن الجاهزه، بضغط عليه بس كده، ثم اعدل البارامتر بتاعته من هنا. شايفه؟ او ان انا هاجي اقول له هنا اهو كده يوز كاستم سكشن بيك، واروح واخد السكشن ده اللي انا مصممه بيه. ليه؟ عايز بقى اخليه مثلا اعمل له ميرور فوق، اعمل له جوه، لو هو كورنيشه مثلا على حسب ما انت عايز. بس شكل السكشن ده احنا لسه ما خدناهوش، يعني ازاي ان احنا نرسم. وصلت؟ المفروض ابقى اسمها الكروس سكشن ده في الفرونت، صح؟ اه طبعا. انا عندي سؤال. قولي يا فندم. هو انا عملتهم اللي هي ليث واكسترود، بس انا في حاجه عندي باينه سودا كده، انا كنت بعتها صوره. طيب ليه؟ ما انت لازم تروح تغيري اللي هو المينيموم او سنتر او الماكسيموم. السنتر دي معناها يعني هو بياخد نقطه في سنتر الشكل وبيلف حواليك، فطبيعي ان يبقى في تداخلات في اللاين، فانت يا اما بتيجي تاخدي المينيمم او الماكسيمم. ماشي. يعني انا عايزه اخليه يلف يعني رول كده على نفسه، ما اسود ده هيعمل حاجه، هيعمل مشكله بعد كده يعني؟ هلا ليه معالجه بقى، احنا ممكن نعالجه ونحط له ماتيريال هيظهر، بس الطبيعي ان كده هتبقى في مشكله. انت بترسميه عشان مش يلف على نفسه، ان هو اللف على نفسه هيديك اي شكل. تمام؟ فانت يا اما المينيمم او الماكسيمم. يعني السنتر مش هتستغل في الحاله دي. في الحاله دي اللي انت اللي احنا بالسكشن احنا اسمين، لا مش هتستغل. حد معايا ولا فين؟ طيب يعني كادوات مساعده ماشي، كتولز بنستخدمها في البدايه بالسناب وادوات مساعده ماشي. لو انا جيت هنا رسمت اللاين، وخد بالك من الجزئيه دي بقى في منتهى الاهميه، وانت بترسم اللاين ده كده عندك حاجه من اثنين، ده اللي احنا اتعلمناه من شويه. يا اما كليكات بس بالماوس كده، يا اما كليك مع السحب هيديني كيرف. شايف حد شايفها؟ طب تمام. طيب اول حاجه خد بالك منها هنا اهو كده، هتلاقي في عندك وانت الباراميترز دي بتاعت اللاين، في عندك هنا نيم اند كالر، اسم الاوبجكت ولون قديمه، ادي الاسم وادي اللون عشان اقدر اميزه. حاجه في منتهى الاهميه اللي هي كلمه ريندرنج، اللي هي عمليه الاظهار او عمليه البروسيسنج اللي انت بتخليك تشوف اللاين عندك بالشادو بالافكت باللايت بالماتيريال وهكذا. لو انت جيت بصيت هنا بيقول لك فيها ايه؟ هو السيكنس بتاع اللاين كام؟ رقية سنت. طب تعالى نخليه 5، هتلاقيه تخن معاك صح؟
شوية. حد يا جماعة يرد يعني، في حد يا جماعة شايفه تخن؟ لا مش حاسة تغيير. طب بلاش بلاش خمسة، خليها 20 اهو ظهر اهو. مفيش حاجة، مش في حد يا جماعة من الناس شايفة؟ لا مش ظاهر. مش ظاهر ليه بقى؟ هو فعلا مش ظاهر، لان لازم حضرتك تيجي تقول له هنا ايه، انيبل ريندر لو عايزاه يظهر في الريندر، وانيبل فيو بورت لو انت عايزاه يظهر قدام عيني. يا هو كده اتحول 3D؟ لا هو رؤيه عين بقى 3D، لكن هو في واقع الاصل هو 2D. الكلام ده سواء انت عايزاه راديال او حتى عايزاه ريكتانجلر كده مثلا. ايه ده، هو ده انا ينفع اروح استخدمه كحيطه او سور؟ اه. الباقي الحاجه الميزه اللي انت تاخدي بالك منها لو دوس على رقم 7، هو ده بيحتوي على كام فيرتكس؟ يعني معنى كده ان انت كل الاشكال الفرجهات او تعديلات اللاينز الفور فرجي وكل شغل حديد او كل ما هو فيه ممكن تعمل فيه تكرار كتير ممكن استخدم فيه ومن غير ما يكلفني اي حاجه او اي فرق. حد معايا ولا حضرتك؟ بس في سؤال المفروض حد يساله دلوقتي، ايه هو سؤال مهم؟ ممكن اخرم فيه جدع. طب هل ينفع ان انا اروح افتح فيه فتحه؟ لا، لان هو 2 دي. طب معلش هي قفلت معايا دلوقتي وعايز افتح فيه فتحه. امسك الاوبجكت وتعالى راي كليك وحوله 3 دي، هتشايفها؟ كونفرت كليك يمين كونفرت تو اديتابل بولي. طب ايه النتيجه؟ اول حاجه تاخد بالك منها ان الزيرو بقى كام؟ 96. خلاص كده، خلاص هو بقى 3 دي فعليا. اقدر اجيب اي كتله من ضمن الكتل اهي، وليكن مثلا سلندر مثلا كده اهو، شايف؟ واقدر امسك الكتله الكبيره واجي زي ما احنا خدنا كومباوند، واجي هنا بروبوريان واجي اقول له بيكس واروح واخد الشكل. خلاص هو بقى 3 دي فعليا. لكن طول ما هو 2 دي مديك الشكل اللي انت عايزه، خلاص انت مش محتاج ان انت تروح تحوله ايه؟ كونفرت تو اديتابل بوينت. فالمقصود ان انت عندك هنا كده اللي هي قائمه ريندرنج، انيبل ريندر انيبل في 4، فانا بقدر اتحكم فين؟ في شكل كل شغل الفور 4 جي والحديد ده كله. يعني حتى انت ممكن تيجي تقلل في السايد بتاعته لو عايز. شايفها؟ ممكن اخليه ريكتانجل زي ما قلت من شويه. لكن خلاص عايز تبتدي انت تعمل فيه فتحات تحوله ايه؟ كونفرت تو بول. دي كده فيها مشكله؟ تمام. طيب شيل بقى انيبل ريندر انيبل فيو بورت. انت قلت لنا من شويه او من كذا مره ان انت عندك في حاجه اسمها سيجمنت بتنعمل الاشكال. هل انت عندك هنا سيجمنت؟ لا، انا عندي هنا اهو حاجه اسمها ستابس، مش احنا خدناها يا جماعه قبل كده دي؟ حد يرد؟ خدناها فين؟ هي كيرف ستابس. جدع برافو عليك. مش احنا اتفقنا ان انت لما تيجي تعملي فايل امبورت امبورت في وظيفه اسمها كيرف ستابس مسؤوله عن عمق الاشكال ال2 دي اللي جايه لي من الكاد. لو حضرتك زودت هنا دي جوه الاوبجكت اللي انت بترسميه او حتى بعد ما رسمتيه، انا ممكن ازود الستابس، ممكن ازودها مانيوال كده بايديا، وممكن اقوله هنا ادابتيف يعني انت على حسب الكيرف خليه لي سموث وخلاص، انا ماليش علاقه هيتحط فيه قد ايه، بس على حسب الكيرف خليه لي سموث، يعني كانها اوتو سموث مثلا. حد معايا ولا فين؟ تحت عنوان اسمه انترفيشن، ادي الستابس وممكن اخليها هنا ادابتيف. طب تمام. الحاجه بقى المهمه جدا 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 اللي هي انواع النقط. انا عندي اربع انواع من انواع النقط، وسيبك انا هعمل ايه من هنا. ايه هم انواع النقط؟ اول نوع من انواع النقط اللي هي النقطه الكورنر، كورنر بوينت، شايفها؟ اه. ثاني نوع من انواع النقط اللي هي النقطه اللي اسمها ايه؟ سموث بوينت، هي عباره عن كيرف. ثالث نوع هتلاقي فيه عندك اسمه بيزير، البيزير ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن كيرف، وفي عندك عصايه بتتحرك بالكيرف يمين وشمال. اخر نوع من انواع النقط اللي هو البيزير كورنر، هو نفس الكيرف وهي نفس العصايه، بس دي بتحرك الكيرف اليمين ودي بتحرك الكيرف الشمال. هتشايفها؟ يعني بتقسم الكيرف لجزئين. اه ايوه بالظبط. فمع كده هزار انت عندك كل نقطه بتحتوي عندك على اربع انواع، كورنر سموث بيزير كورنر، وبرضك حول تاني سيبكم انا عملت ايه من هنا. طب هنسيبنا ليه؟ لان احنا لسه بنكاري لاين، هو بيسالك وانت بتكاري. اول سؤال، انت هتشتغل انيشال تايب بالمقاسات ولا دراج تايب كده بالحب بايديك؟ بالحب. فانا هاجي هنا دراج تايب وهختار نوع النقطه، طيب كورنر بوينت، لا مش عايزه كورنر، هاجي هنا سموث بوينت. طيب شايف؟ حد يرد؟ اه.
تمام. بس انا مش عايز اشتغل بالحب، انا عايز اشتغل بالمقاسات قوي. فانت هتيجي تختار نوع النقطه منين؟ انيشال تايب. انا عايز ارسمها كورنر مالها حاجه هنا في الكيبورد انتر، وعايز ارسم مربع طول ضلعه 100. ازاي؟ يعني مثلا عند 0 0 ات بوينت، لان هو بيرسم نقط. عند الاكس 100، حد فاكر الكرسي؟ الاكس 100 ات بوينت هيرمي نقطه عند الاكس 100 ويوصلك ما بين الاثنين. عند الاكس 100 والواي 100 ات بوينت، حد شايف؟ عند الاكس 0 ات بوينت. ثم اخيرا بقى يا اما فينش هيحتفظ بالثلاث اضلاع ضرب بس، يا اما هيجي اقول له هنا كلوز هيقفل الشكل ربع. تاني عشان هسيبكم تعملوه، انا عايز ارسم مربع طول ضلعه 100. انا رسمته هنا مثلا سموز اهي، هخليه هنا كورنر، قصدي هرسمه سموز بقى المره. حد يماليني اللي فاكر؟ عند الاكس 100، لا الاول عند 0 0 اد بوينت، ثم 100 100 في الاكس اد بوينت، ثم الواي 100 ايوه اد بوينت، ثم بعدين الاكس 0 ايوه اد بوينت، ثم يا فينش يا اما كلوز. وصلت؟ وصلت. طب بقيت الناس ساكته مش عايز ترد عليا؟ وصلت وصلت. اوكي اعملوهم هما الاثنين وابعتوهم.